مهم، مفيش امتحان بيخلو منه، حساب الأحمال والستريننج أكشنز على المين جيردر. بدونها مش هتعرف تصمم المين جيردر اللي هو البليد جيردر اللي هو الشغل بتاعنا كله، والتشيكات بتاعتنا هتمشي معانا محاضرتين ثلاثة بعد كده. طيب ده الكوبري اللي احنا هنصممه النهاردة، هنجيب الأحمال على المين جيردر والستريننج أكشنز بتاعته. ده دبل تراك، الزبان بتاعته 30 متر، وده اللي اوت بتاعه. طبعا احنا بناخد اللي اوت بس عشان نعرف ايه اللي عندنا. احنا عندنا 2 تراك اهم، وعندنا 2 مينجر. وزن التراك بيبقى ثابت، هندخل عليه دلوقتي ونعرف الدنيا فيها ايه. يبقى دلوقتي كأن قطر من هنا بالفلانكات بالقضبان الحمل بتاعها يروح للناحية الشمال، وديت هتروح للناحية اليمين. الكلام ده لو كان هو دبل تراك، تمام؟ لو سنجل هيبقى فيه عندك حمل القطر والفلانكات والقضبان وكله، ده التراك لود، نصه هيروح يمين ونصه هيروح ايه شمال، بالإضافة لوزن الستيل اللي موجود عندنا. طيب يبقى احنا لما بنيجي نتكلم على الأحمال اللي موجودة على المين جيردر، الريلوي، كباري السكة الحديد، الأحمال دي عبارة عن جزئين أساسيين بالإضافة لأحمال سنوية. هناخد الكل النهاردة إن شاء الله. الأحمال الرئيسية اللي هي الديد لود. الديد لود acting on the main girders إيه عبارة عن إيه بقى؟ weight of steel structural part، وزن الستيل بالإضافة لوزن التراك. طيب وزن الستيل أعرفه منين؟ عملية سهلة وظريفة جدا. وزن الستيل ده طبعا الكباري ديت معمولة بقالها عمر، فاحنا الكباري كلها بعد ما بتحسبها وتصممها وتنفذها بيبقى عندك كل القطاعات بأطوالها بقطاعاتها بأوزانها، من البليت للمسمار للسترينجر للكروس جيردر للمين جيردر للبريسنج، كل شيء بيبقى معلوم. فالناس جات عملت ايه؟ حسبت الوزن بتاع الكباري السابقة اللي هي تصممت، وعملت معادلات اللي هي بنسميها empirical equations، معادلات عملية ناتجة من الخبرة اللي اتعملت قبل كده. فكلام سهل وبسيط. يبقى أنا دلوقتي أنا معرفش وزن الستيل هيطلع كام للكوبري بتاعي، لكن أنا صممت قبل كده سنجل تراك أو دبل تراك بنفس الطول وبنفس الأبعاد، فهقدر أقول والله ده أنا الوزن ده كان كده، هفرضه في البداية وأبدأ أصمم بيه. معظم التزايم بيطلع سليم، حتى لو بلس أو ماينس 5% ولا حاجة، فبيغطيها المعاملات الأمان اللي هي موجودة. طيب يبقى النص الأولاني وزن الستيل. وزن التراك ده ثابت 6 كيلو نيوتن على المتر، 6 كيلو نيوتن على المتر أو 6 من 10 طن على المتر، تمام؟ طيب يبقى وزن التراك بيشمل القضبان والقطر والفلانكات والقطرات وكل شيء لغاية الستيل اللي هو الاسترينجر والكروس جيردر والمين جيردر والبريسنج والبيرينجز والكونكشنز بتاعتي. طيب عرفنا احنا بقى دلوقتي بيتكون الديد لود من ايه؟ جزئين، وزن الستيل ووزن التراك. طيب الناس عملت معادلة empirical equation، هي المعادلة دي سهلة وظريفة. ايه بقى؟ بيقولك ان وزن الستيل هيساوي 4 زائد نص اللينس بتاعه، تمام؟ وزن الستيل هيعتمد على 4 زائد نص ال. قبل ما نمشي، المعادلات دي بتعتمد على على حاجات كتيرة، منها طول المين جيردر، نوع الستيل اللي انا بستخدمه، ونوع البريدج بتاعي هو ديك او بني، لان البني هيبقى القطاعات بتاعته اتقل شوية من الديك، تمام؟ طيب يبقى وزن الستيل عبارة عن 4 زائد نص ال. ده بخلي بالنا بقى ده اللي مكتوب ايه للديك بريدج وزاوت سترينجر اند كروس جيردر، ده عمرنا ما بنشتغل بيه، عمرنا ما بنشتغل بيه. لما بيبقاش فيه سترينجر او كروس جيردر معناه ان ده كوبري صغير يدوبك بيعدي نفرين ثلاثة على ترعة صغيرة أو خلاف. كل شغلنا اللي هو من التاني ده هو 9
زائد نص ال ال الاسبان بتاع البريتش، والمعادله دي بالكيلو نيوتن على المتر. لو حضرتك هتقسم على 10 لو عايزها هتديك بالطن على المتر. يبقى ده الديك بريتش with strangers and cross girt، ده اللي احنا بنشتغل عليه. تمام؟ يبقى انا لو عندي ديك بريتش ادي المعادله اللي هتعمل لي فرضيا في البدايه الوزن الستيل اللي موجود على المين جيرد. طب لو بني التسعة تبقى 11، يبقى 11 زائد نص ال كيلو نيوتن على المتر الطول. طيب المعادلة ديت أدام إمبريكال يبقى لها كونديشنز. الكونديشنز بتاعتها إيه؟ إن ال ال ديت بالمتر، تمام، وإن الأحمال ديت للسنجل تراك. يبقى أنا دي للسنجل. طب لو عندي دبل، لو عندي دبل بزود من 80 ل 90%. انا هناخدها 1.8 يعني نزود 80% بس. لو حد من المعيدين عملها 90 او 85 مفيش مشكلة خالص، كله بيبقى سليم. يبقى انا دلوقتي طب ليه ما باخدش 2؟ ليه ما بضربش في 2؟ طيب ما بضربش في 2 لان في حاجات ما بتتكررش مرتين، تمام؟ يعني السترينجرز بتتكرر، الكروس جيردر هتتنيها نفس الكروس جيردر وزنها بيزيد شوي. طيب البريسنج برضو بتتقل شوي بدل ما هي كذا كذا. ففي حاجات ما بتبقاش الضعف زي السترينجرز، هي الوحيدة اللي بحط تحت القضيب سترينج. فعشان كده بنزود الأحمال دهيت بمقدار 80 ل 90% بس عشان ما تدينيش أحمال ومومنت وشير كتير على القطاع، فبيديني إيه؟ قطاع تقيل ملوش لازم. وإحنا بنتكلم على 30 متر حديد وأوزان تقيلة شايلة قطرات سك حديد سنجل أو ضب. تمام؟ طيب يبقى إحنا لو إحنا في البداية بدأنا هنعرف الديد لود اللي موجود عندي، هقوم جاي الديد لود لو هو للسنجل تراك، لو عندك دبل تراك هزوده بمقدار 80%. خلي بان بعد ما بعمل الكلام ده لازم اقسم على 2 اللي هم الاثنين من جردر، لان لو هو سنجل حمل اللي انا بجيبه ده هو ديفايدد على 2 من جردر. طب لو هو دبل بزود بال 80% 1.8 وارجع اقسم على 2 تاني عشان اجيب الحمل اللي رايح للمين جردر اليمين والمين جردر الشمال. تمام؟ يبقى انا دلوقتي حسبت وزن الستيل لو هو ديك او هو بوني، حسبناهم للسنجل تراك، ومنهم نقدر نعمل الدبل تراك بان احنا نزود الكلام ده بمقدار من 80 ل 90%. كلام سهل وظريف وبسيط جدا. طيب لو انا عندي الفلور بتاعتي مش open timber bridge، يعني عبارة عن فلنكات وقضبان، في نوع تاني بلاستد. البلاستد فلور ده اللي هو بيستخدم معظمه لما يبقى عندك كوبري جزء منه ظاهر وجزء منه مترو، اللي هي الفلنكات اللي هي الخرسانية، الوزن بيبقى تقيل شوية عن الفلنكات الخشبية اللي احنا بنستخدمها، فبنزود الأحمال دي من 20 ل 40%. عايز تاخدها 20 30 40 براحتك، مفيش أي مشكلة خالص في الحاجات دي لأنها بتبقى استيميش. معظم شغلنا بيبقى بالأوبن تيمبر ريلوي بريدج للفصل الدراسي دهوت، لأنه هو ده اللي منتشر عندنا في مصر لسهولة تركيب الفلنكات وتثبيت المسامير في الفلنكات وخلافه. الكلام ده لغاية دلوقتي واضح ولا لا؟ أنا هقف اهوت، اللي عنده أي استفسار عنده أي مشكلة يتفضل يسأل. ها نتكلم بهدوء وبالراحة وناخد مثال هيخلي الموضوع ده كله ماشي مع بعضه ما فيهوش أي مشاكل. حد عنده أي استفسار؟ لا تمام يا دكتور. نعم؟ تمام يا دكتور. خلاص يبقى احنا دلوقتي حسبنا الديد لو. طيب نيجي لللايف لو. اللايف لو احنا قلنا ان الايجيبشن كود اوف براكتس ده جاب من الكود الاوروبي بعد ما عدلوه من 3-4 سنين ولا حاجه، قام جايين واخدين الكود المصري بتاع الاحمال او من 6-8 سنين، يعني جابوا الكود الاوروبي واشتغلوا عليه
وبعد كده حطوا الجزء منه من الكود الامريكاني، خلطوا الاثنين مع بعض تمام. فالاثنين مش فارقه معانا في حاجه، احنا ادام اللي هو بيدي سيف ديزاين، هو بصراحه احنا صممنا بالكود الاوروبي وصممنا بالكود المصري والكود الامريكي، الثلاثه كلهم بيدوا نفس السيف ديزاين، ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب قال لك ايه بقى؟ والله قال لك انا عندي القطر القياسي زي ما خدته مع الدكتور احمد، بيتكون من احمال اكس، احمال محاور، اربع احمال محاور، 250 كيلو نيوتن، المسافه بين الحمل والمحور 1.60 متر تمام. واخر حمل واول حمل بينهم وبعد كده يمين وشمال حمل موزع الى ما لا نهايه، ان شاء الله يكون عندك الطول 40-50-60 متر، هحط عليهم حمل موزع 80 كيلو نيوتن على المتر الطول تمام. يبقى أنا دلوقتي أربع أحمال 250 كيلو نيوتن، مسافة بينهم 1.60 متر، وأول وآخر واحد منهم بينهم مسافة 8.5 نص المسافة، وبعد كده حمل موزع يمين وشمال مستمر بما لا نهاية بقيمة 80 كيلو نيوتن على المتر الطول تمام. طيب ايه الفن بقى في الكلام ده؟ قال لك والله الكلام ده انا بديك الكلام ده كانه ستاتيك، مش يشمل الديناميك انهانسمنت. الديناميك يعني الديناميك افكت بتاعك لازم تزوده. كباري الطرق قال لك لا، انا هديك احمال العربيات والاحمال اللي عندك شامله الامباكت بتاعها تمام. طبعا احنا كل شغلنا ريلوي مع مدني مع بليك جيردر، فطبعا ده مش شامل حمل الديناميك، لازم نحسب الديناميك اف. ايه اللي بيحصل؟ الاحمال دي كلها موفينج لود، القطر وهو ماشي على القضبان والفلنكات، طبعا الستيل ده فليكسبل مش زي الخرسان، فبيبقى فيه ديفليكشن بسيط جدا انت ما بتشوفوش، بس بياخد ويدي مع الاحمال. فالقطر وهو ماشي بسرعه مع الحركة بتاعته، الحمل ما بيجينيش بقيمته العادية، ده بيجيلي مضاعف بأجزاء معينة، بيزيد حاجة بسيطة، إنهانس يعني يزيد 10% 20% أو خلافه تمام. ده بنسميه الديناميك إفكت إنهانسمنت، اللي أنا بزوده عشان أخد في الاعتبار إن الأحمال بتاعتي ده هي موفينج لو. طيب أحسبها إزاي الإمباكت ديت؟ زي ما خدته مع الدكتور أحمد، متاخدة برضو من الكود الأوروبي، قال لك والله أنا هحسب قيمة الفاي. الفاي دي معامل عبارة عن 2.16 على جذر الـ L فاي، الطول اللي أنا هيدخل معايا في الإمباكت، ناقص 2.1 زائد 73%، لازم يبقى أكبر من أو يساوي 1.1 وأقل من أو يساوي 2. طبعا مش الامباكت دي توصل لاتنين، ده معناه انك انت ما جايب قطر مش عادي بقى، قطر عمال الحمل بدل ما 250 بيوصل ل 500، يبقى في حاجه غلط في الموضوع تمام. فالامباكت دي بتتحسب. طيب ال فاي بقى، ال فاي انا جبت لكم دلوقتي ال فاي ده، هي قال لك ده الطول الديترمينت المحدد اللي هو هيعتمد عليه الديناميك فاكتور اللي هيتأثر بيه الكوبري تمام. طيب انا جبت لكم حته من الكود الاوروبي اهو عشان تشوفوا ان الاثنين زي بعض بالظبط متاخدين، وجبت لكم الكود المصري بتاعه زي ما خدت مع الدكتور احمد، انت صممت السترينجر والكروب جيردر، حسبنا لها ال فا. طب احنا بقى نحسب منين؟ بص بقى هاجي لاخر الجدول 5-1 تمام. الكاميرات الرئيسيه في الكود المصري بتاعنا بتاع الأحمال الكباري الطرق والسكة الحديد، بيقول لك والله الكاميرات رئيسية نوعين، يا إما بسيطة ارتكاز simply supported يا continuous. كل شغلي هيبقى على مين؟ البسيطة الارتكاز، لأن طبعا عشان نجيب لك كوبري continuous وتقعد تحسب وتحل الأول كذا مرة أو اتنين مش هتخلص، ولو مش 4 ساعات ده انت عايز لك 12 ساعة. فهو دايما شغلنا هيبقى على simply supported، يبقى ال فاي هتساوي طول الاسبان المحملة بالكوبري. طب انا بتكلم على مين جردر دلوقتي، المين جردر هحمل فيه ايه؟
احمل الطول بتاعي بتاع الكوبري كله عشان احسب الاحمال، عشان كده ال L فاي اللي داخله في المعادله بتاعه الديناميك افكت هتساوي طول الاسبان بتاع الكوبري. يبقى لو الكوبري بتاعي ده 30 متر يبقى 2 16 على جذر 30 ناقص 2 من 10 زائد 73 من 100 هيديني الديناميك افكت فاي اللي انا هحسب منه. تمام، احنا ماشيين بسرعه كده ولا في حد عنده اي استفسار؟ اللي عنده اي استفسار يقاطعنا مفيش اي مشكله خالص، واحنا نقف ونشوف الدنيا فيها ايه. ها، في حد عنده اي استفسار دكتور؟ يعني دلوقتي ال L فاي هي ال L بتاعت المينجرد. ال L فاي هي الاسبان بتاع المينجرد يا محمد، مفيش اي مشكله خالص، الاسبان الكليه بتاعت المينجرد. تمام. طب يا دكتور في اللايف لود هنا اللي احنا هنشتغل مش المفروض بنشتغل احمال العجل مش احمال الاكس؟ الاحمال اللي احنا بنشتغل عليها ديت حمل اكس اللود اللي جاي. حمل عجل بيعتمد بتاعه بقى على الحاله اللي عندك. لو انت عندك دبل تراك، ده سؤال ظريف جدا يا محمد، انا دلوقتي عندي دبل تراك، عايز تشتغل دلوقتي على حمل الاكس ولا على حمل السنجل؟ ها، التراك ده اللي هيجي هنا يمين وده هيجي شمال، فاحسن لك اشتغل على حمل الاكس عشان حمل الاكس كله هيديك هنا. لو اشتغلت على حمل العجله اللي هو بتاعك هترجع تضرب في اتنين. فهمت القصه؟ تمام. يبقى انا دلوقتي هتشتغل على الاكس او على حمل العجله على حسب الحال. لو انت بتصمم الاسترينجر هتاخد العجل، تمام، لو انت بتصمم الكروس جيردر هاخد العجل، لو انا بصمم المين جيردر وهتشتغل على عجله لازم تفكر هل هو سنجل تراك ولا دبل تراك. تمام يا محمد. لو سنجل شغال عجله، لو دبل شغال اكس. بالظبط كده، الله ينور. تمام يا دكتور. في اي حد عنده استفسار تاني؟ خلونا بس نسيف ديت مع بعض. برضك الحضور معانا 121 اهوت، الناس كلها ما اعرفش ما بتحضرش مع ان ميعاد المحاضره يعني مش بدري قوي. امال لو 8 بقى ولا 9؟ يبقى انا دلوقتي هنيجي نحسب دلوقتي على مين؟ البريكنج فورس بريس. احنا حسبنا الديد لود واللايف لود عرفناه، البريكنج دي هنعرفها زي ما خدته مع الدكتور احمد. انا بفضل دايما ان انت وانت بتعمل البريسنج حط البريكنج بريسنج عشان ما تصممش الكروس جيردر على ام اكس وام واي، تطلع انسيف في معظم الايه الاحوال والقطاع بيبقى تقيل على الفاضي. لو انت الكوبري مجبر عندك ان هو مش هيبقى فيه بريكنج بريسنج، ففي الحاله ده هي انت لازم تاخد البريكنج فورس وتحسب الكروس جيردر منها زي ما عملته مع الدكتور احمد. طيب البريكنج فورس قال لك بتساوي 25% من التوتال لايف لود الاكتنج على 2 تراك وزائد دايناميك افكت. كلام مهم جدا. يبقى انا هحمل الكوبري وهنشوف الحاله التحميل دي كمان 5 دقائق بالحاله الكريتيكال اللي هي هتشيل لك اكبر احمال عندك اللي هي حاله الشيل، واحسب الاحمال اللي موجوده. اخد من الاحمال اللي موجوده دي 25%. بعد ما اخد 25% هقوم جاي حاططها على 2 تراك. طب افرض انا عندي الكوبري فيه 3 تراك 4 تراك ولا الهوا، باخد على تراكين وخلاص، سنجل تراك باخد على التراك اللي موجود. يبقى 25% من التوتال لايف لود الاكتنج اون تو تراكس. يبقى انا هحسب على 1 تراك واخد البريكنج فورس بتاعتها واضيفها على الكروس جيردر لو انت مش هتستخدم بريكنج فورس بريسنج. تمام. طيب يبقى احنا خدنا الديد لود وخدنا اللايف لود وخدنا مين دلوقتي؟ البريكنج فورس بريسنج، بريكنج فورس لود. تمام. نيجي بقى لللاترال شوك اور النوزنج
اللي هي بتاعة المقدمة بتاع القطار، ودي اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت. قلنا ان النوزك او اللاترال تشوك فورس دي بتتحسب كحمل مركز واحد وحيد متاخد على الكوبري قيمته 100 كيلو نيوتن، وحسبنا منها سوا المرة اللي فاتت الفورسز اللي موجودة في البريسنج بتاعت البريدج السترينجر، وحسبنا القيم بتاعتها وشفنا ازاي هنجيب الرياكشن والفورس في الممبر، وصممنا الدياجونال والفيرتيكال ممبر از تشن. تمام، يبقى احنا اربع قوة اللي احنا هناخدهم السنة دي: ديد لود ولايف لود والبريكنج فورس واللاترال تشوك. دول اللي هنقدر نصمم بيهم الكوبري بالكامل. حد عنده اي استفسار؟ احنا كده خلصنا النظر، هناخد مثال هيغطي القصة دهية، وهتبقى النهاردة المحاضرة ظريفة مش هتكمل 45 دقيقة. حد عنده اي استفسار؟ لا دكتور تمام، كله تمام. تمام خلاص، تعالوا ناخد المثال بقى. انا دلوقتي عايز احسب اهو فور ذا دبل تراك اوبن تيمبر ريل واي بريدج اللي موجود في الشكل اللي قدامنا ده، هو 4-1 اهو. دلوقتي الدبل تراك ده هو عايزين نحسب الاحمال الام ديد زائد لايف زائد الامباكت، والكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت اللي موجودة على الكوبري. نعمل ايه؟ سهلة جدا. الكوبري ده ديك ولا بوني؟ ديك. خلاص، يبقى المعادلة 9 زائد نص ال L، يبقى وزن الستيل 9 زائد نص ال L. ال L ب30 ادتني 24 كيلو نيوتن على المتر الطولي من الكوبري. تمام؟ طيب التراك لود 6 كيلو نيوتن على المتر الطول، هما كام تراك؟ 6. يبقى أنا لو بحسب على مين جردر دلوقتي، خلي بان المعادلة ده إيه؟ للسنج، يبقى هضرب الـ 24 في 1.8 عشان تبقى دبل، وأقسم على 2، 2 اللي هو المين جردر اليمين والشمال، تمام؟ وكل من جردر هياخد 6 كيلو نيوتن على المتر الطولي اللي هو الحمل بتاع التراك لود. كلام واضح ولا لا؟ واضح. حد يرد عليا لو في اي مشكلة يقول لي واحنا نقف عندها. يبقى احنا دلوقتي هقول 9 زائد نص ال L ادتني الحمل ده للسنجل تراك، أضربه في 1.8 بقى دبل تراك، أقسم على 2 أجيب المين جردر اليمين والشمال، أخد التراك لود يمين وتراك لود شمال، يبقى أنا حسبت الديد لود اللي جاي لي على مين جردر واحد 27.6 كيلو نيوتن على المتر الطول. طيب the main brake girders are simply supported, hence we can calculate the maximum shear force and bending moment due to dead load. ازاي؟ انا كأن عندي دلوقتي بعد حسبت simply supported hinge roller والوزن عندي 27.6 كيلو نيوتن على المتر الطولي. تمام؟ اقدر احسب الشيرينج فورس دبلو ال على 2 ويمين وشمال، فدبلو ال على 2 هتبقى 414 كيلو نيوتن، والمومنت دبلو ال تربيع على 8 هتديك ديد لود شير 414 كيلو نيوتن، ومومنت ديد لود عباره عن 3105 3105 كيلو نيوتن متر. يبقى ده الديد لود اللي جاي لي على الكوبري الدبل تراك. اي حد عنده استفسار يقول. الواحد وثمانية من عشرة كتير جدا. نعم، في التوتال ديد لود الواحد وثمانية من عشرة. لو اشوفها بس يا دكتور على الرسم، يعني هنا ده هنا دبل. طب لو سنجل، لو سنجل الحمل ده هو دلوقتي هيتقسم على 2، هيبقى 24 على 2 بس زائد الستة اللي هو التراك زائد لود.
التراك لود هيبقى نص تلاتة. تمام. صح؟ تمام. وهو وزن التراك الواحد. مين معايا اللي بيسأل؟ أنا محمد الحميد. بص يا محمد، أنا عندي التراك لود يا محمد ست، لو سنجل تراك تلاتة يمين وتلاتة شمال. طيب وزن الستيل المعادلة بتدي سنجل تراك، فتسعة زائد نص ال اللي بيطلع ده للسنجل، يبقى النص يمين والنص شمال. طيب لو دبل حمل التراك هيروح يمين وشمال، هيبقى ستة وستة. طيب والوزن اللي انا بحسبه هضربه في واحد وتمانية من عشرة واقسم على اتنين برضو عشان يديني لكل مين منجر. اتفقنا؟ تمام. خلاص اكتب بقى لو هو سنجل هنعمل ايه ولو هو دبل هنعمل ايه. طيب حضرتك بتقول في لو هو سنجل تمام هروح احسب الدبل وزن الستيل بالمعادله اللي معايا. تمام صح حلو قوي. والتراك واقسم على اتنين عشان نصها رايح لليمين ونصها رايح للشمال، ده وزن الستيل للسنجل بريدج. تمام تمام. والتراك لود برضو اقسمه على اتنين. ايوه ما هو التراك لود المشكله انت حاسب قطر واحد وفلنكات واحده وقضبان واحد للناحية دي، فالحمل ده هو لو سنجل التراك له ده هيتقسم نصه يمين ونصه شمال، تلاتة يمين وتلاتة شمال. تمام تمام تمام. طيب. خلاص العملية سهلة وظريفة جدا، بقول لك سؤال هدية في الامتحان بس نفهم ازاي بيتحسب. تمام طيب نيجي بقى لللايف لود. اصحى بقى معايا لان دايما لما بنقول لايف لود اللايف لود ده هو اللي بيبقى فيه كلام كتير. تمام اللايف لود بنعمل ايه بقى؟ انا بشوف الحاله التحميل الكريتيكال اللي هتديني اقصى مومنت وحاله التحميل الكريتيكال اللي هتديني اقصى شيء. طيب اللي هتدي اقصى مومنت في حالتين، خلي بالنا عشان انا قلت الكلام المره ده المره اللي فاتت لاخواتنا بتوع انشاءات وراحوا عملوا حالة واحدة برضو ما ادتش الحالة الكريتيكال اللي موجود. دايما احنا نسمع من المعيد ومن الدكتور وناخد الاتنين مع بعض، فانت دلوقتي لو حالة منهم في حالة اللي هي بتاع الانفلونس لاين وفي حالة اللي هي الانيليتيكال سوليوشن، لازم نعمل الاتنين هتعرف ليه كمان شوي. تمام الحالة الانفلونس لاين بنعمل ايه؟ والله انا لو عندي الحالة الكريتيكال ان انا لو حمل وقف في النص الماكسيمم مومنت بتاع في الانفلونس لاين واحد في ال على اربع، صح ولا لا؟ لو وقف واحد كيلو نيوتن في نص الاسبان ال 30 متر حمل مركب يبقى دبلو ال على اربع، واحد في ال 30 على اربع سبعه ونص، يبقى سبعه ونص اهو ووصل يمين وشمال جبت المثلث. تمام بعد كده بحط الاحمال بتاعتي المركزه والموزعه على الكوبري بطريقه ما بحيث ان الماكسيمم مومنت يجي. بحسب المومنت ازاي؟ اضرب الحمل المركز في الاحداثي اللي تحت والحمل الموزع في المساحه اللي تحت، يبقى اضرب يا اما الحمل المركز في الإحداثي يا إما وأضيف عليه الحمل الموزع في المساحة، يبقى يا إما حمل موزع يا إما حمل مركز. المركز هيتضرب في الإحداثي والموزع هيتضرب في مين؟ في المساحة اللي تحت، هتدي لك الماكسيموم مومنت أوتوماتيك. طيب فالأربع عجلات أحط واحدة بينهم في النص وبعد كده يمين متر ستين متر ستين متر ستين، هتيجي بالشكل اللي قدامكم 8 من 10 يمين وشمال، وبعد كده الحمل ايه الموزع، واقوم جايب بقى بالنسبه والتناسب اجيب الاحداثيات اللي موجوده تحت. طب احسب المومنت ازاي؟ انا حاسبه هنا جايب المتوسط، بس انت ما تعملش كده، اضرب ال 250 في 6 و7 زائد 250 في 7 ونص زائد 250 في 6 و7 زائد 250 في 5 و9 زائد نص التمانين في الاسبان 11 في خمسة ونص زائد نص التمانين في 12 60 في 36. تمام ده هيديك الماكسيمم بيندنج مومنت اللي جاي لي من حالة الانفلونس لاين اللي هي انا اعمل لك هايلايت فيها دي اللي هي الاولانية دي كيس اوف لودنج واحد،
انا جايب هنا المتوسطات بتاعت الاحداثيات وهتديك نفس القيمه، ما تعملش كده عشان لما تلخبطش وانت بتحسب المتوسط ما فيهاش مشكله، اضرب الحمل مع الاحداثي اسهل. يبقى ده الحاله بتاعت الانفلونس لاين. يبقى حاله المومنت ما بتجيش من حاله واحده، تيجي من حالتين. افتكر الكلام ده بقى، حاله الانفلونس لاين هتديك الحمل في الاحداثي، حمل في احداثي، حمل في احداثي زائد الحمل الموزع في المساحه ايه اللي تحت، ده هيديك الماكسيمم بيندنج مومنت. خلي بالنا بقى من نقطه مهمه، ان الكوبري بتاعي في الانفلونس لاين بيبقى دايما لو هو في كروس جردر في النص فممكن ايه اعمل الاحداثي زي ما انت شايف كده. ده بيحصل امتى؟ لو عندك واحد اتنين تلاتة عدد زوجي من الباكيات، ست باكيات، تمام؟ لو هو عدد فردي مش هيجي كروس جردر في النص. بعض الناس بتيجي تقولك والله انا ادام مفيش كروس جردر يبقى الحمل مش هيجي لي على البيك بتاعة المثلث اللي هي السبعة ونص. طبعا انت لو ما عملتش كده اسهل لك، هتبقى في السيف سايد. خليك دايما فردي زوجي، مش فارقه معاك الاحداثي في النص، هتديك شويه مومنت بسيطه زياده احسن ما فيهاش مشكله. لو عايز تسمع، لو حد من المعيدين قال لك والله ده انا عندي كروس جردر يمين وشمال هوصل بينهم بخط وهقص المثلث ده في النص حته صغيره، مش هتفرق معاك في الحسابات، جرب وشوف. تمام، الاثنين صح، احنا ما بنقفش على الارقام، بنقف على التفكير والحسابات. طيب يبقى احنا دلوقتي الحالة التحميل الاولانية اللي هي ان بتاعي ان الانفلانس لاين، تمام، وبنحسب منه. طب حالة التحميل التانية بقى، اصحى بقى معايا، دي الاناليتيكال سوليوشن. الكلام النظري ده شرح للكلام اللي انا بقول، هتقراه هتفهمه ما فيهوش مشاكل، تمام، بس افهم معايا من الكلام احسن ومن الرسم. ده الحمل الاناليتيكال سوليوشن. الاناليتيكال دايما بيديك في بعض الحالات بيبقى كريتيكال اكتر من التاني. فهي المشكله دلوقتي انت لو عملت من الانفلانس وهو الحاله القليله، ده يبقى ان سيف، المين جردر بتاعك مش هيبقى سيف في الاحمال. فاحنا بنعمل الاثنين واخد منهم الحاله الكريتيكال بس في حساب البندنج موم. طيب يبقى انا دلوقتي، طيب الحاله دي بعمل ايه؟ زي ما كلنا عارفين بنجيب السنتر لاين، بينصف المسافه بين المحصله والقوه القريبه. المحصله هتيجي فين؟ في النص، في نص المسافه بالظبط بين الحملين الوسطانيين، 250 يمين وشمال، نصهم كام؟ 8 من 10 اللي هي نص الواحد وستة. طيب ينصف المسافة يبقى نص التمانية من عشرة اللي هي أربعة من عشرة. يبقى أنا أحط عجلة على بعد من السنتر لاين على مسافة أربعة من عشرة، ومن الناحية التانية هطرح واحد وستة ناقص أربعة من عشرة هتبقى الواحد واتنين من عشرة، وبعد كده أرص الأحمال معايا بنفس الترتيب، واحد وستة وتمانية من عشرة وحمل موزع، ومن على الشمال تمانية من عشرة وحمل موزع. طيب الماكسيموم مومنت بيكون فين؟ تحت رجل الحمل الكبير اللي هي عند النقطة ايه اللي قدامك في الرسم. هاخد العزوم عند ايه؟ طيب هاخد العزوم ازاي؟ اجيب الرياكشن، اخد عزوم عند البي، اجيب الرياكشن عند الاي، عزوم عند الاي، اجيب الرياكشن عند البي، واعمل تشيك سيجما واي، اطمن ان الرياكشنات بتاعتي مظبوطة. بعد كده اقف عند نقطة ايه واخد العزوم، الحمل دهوت بتاع الرياكشن في المسافة ناقص الحمل الموزع في 12 و2 في بعد بتاعه ناقص الحمل دهوت في بعده هيديك الماكسيموم كام بيندنج. الاثنين بيطلعوا قريبين جدا، فرق بينهم قليل، بس في بعض الحالات بيطلع الفرق كبير وبيطلع الحالة التانية اللي هي بتاع الاناليتيكال اكبر. ففي الحالة دهيت بيبقى القطاع بتاعك انسيف. يبقى أنا هاخد الحالة الأولانية واخد الحالة التانية، حسبت المومنت من الحالة الأولانية طلع 1.2295.2 كيلو نيوتن متر، وحسبت من الحالة التانية 1.2291.5 كيلو نيوتن متر. يبقى الحالة الكريتيكال الأولانية اللي هي 12295.2
كيلو نيوتن متر. كلام واضح ولا لا؟ لو عنده اي استفسار يسأل. بس يا دكتور الكيس الاولانيه لان احنا مش فاكرين الانفلونس لاين، تمام فهمنا بس يعني جت ازاي يعني. سهله جدا. الكيس الاولانيه انسى الاحمال خالص. مين معايا اللي بيسال؟ محمد عبد الحميد. محمد بص يا محمد، انسى الاحمال خالص دلوقتي، حط 1 كيلو نيوتن في نص القمر، المومنت هيطلع منه كام؟ 1 في الزبان على 4 بي ال على 4 او 1 هنا، هتديك نص شمال ونص يمين صح؟ النص كيلو نيوتن شمال هضرب في 15، نص في 15 هتديك عزم تحت 7.5، هوصل يمين وشمال خطي بس، هي دي. بعد كده هحط الأحمال بتاعتي 250 هتديني 1.6 من هنا، يبقى النص 15 ناقص 1.6 يديك البعد الحمل ده عن الايه على 15 في 7.5 هتديك 6.7. الحمل الموزع هيبقى 15 ناقص، هيبقى عندك دي 12.6، الحتة دي هقسم ال 12.6 على ال 15 في 7.5 هتديك 6.3، وهكذا. وضحت؟ تاني يا دكتور مهندس. نعم؟ تاني بعد إذنك. تاني سهلة جدا. أنا دلوقتي هحط 1 كيلو نيوتن في النص، تمام؟ الواحد كيلو نيوتن انسى الأحمال اللي موجودة خالص، لو 1 كيلو نيوتن في النص هيديك عزم تحت كام؟ 7.5. جت منين؟ الواحد هيديك نص الرياكشن هنا ونص هنا، نص كيلو نيوتن. هاخد العزوم في النص هيبقى نص في الخمستاشر بسبعة ونص، اللي هي بي ال على 4، 1 في 30 على 4 7.5. هوصل يمين وشمال. طيب عايز اجيب بقية الاحداثيات بالنسبة والتناسب. طيب انا بعد ما رصيت الاحمال احط 1 250 متر 60 8.5، والحمل الموازي جبت المسافة من اليمين 1.6 1.6 8.5، حمل الموازع جبت كل المسافات دلوقتي لان انا عارف ان نص الاسبان 15. بعد كده اقدر اجيب بالنسبة والتناسب ازاي؟ 11 مثلا. عايز اجيب الاحداثي 5.5 ده اجيبه ازاي؟ 11 على 15 في 7.5. وضحت؟ تمام تمام. اللي عنده اي استفسار نعيد مره اثنين، احنا معانا وقت ما نقلقش. طيب يبقى احنا دلوقتي الانفلانس لاين عرفناها، والطريقه الاناليتيكال عرفناها، حسبنا المومنت من هنا والمومنت من هنا، وخدنا المومنت الكبير فيه، تمام ولا لا؟ تمام يا دكتور. تمام. نيجي للشيرنج فورس بقى. الشيرنج فورس دي مهم عشان منها بنحسب البريكنج فورس بريسنج اللي جاية عندي، تمام؟ يبقى البريكنج اللي عندي أنا بحسبها من الحالة ديت، وبحسب برضو الحالة دي الماكسيمم شير اللي عالكوب. حالة سهلة عشان أحسب الماكسيمم شير، أحط 250 هنا و 250 250 250، وحمل موزع 80 كيلو نيوتن على المتر الطول، تمام؟ بعد كده نفس الكلام الانفلانس لاين بتاع الشير، لو وقف حمل 1 كيلو نيوتن عند السبورت كله بيروح للسبورت، هيبقى هنا 1 وهنا 0. اعمل مثلث بالشكل اللي قدامي ده اهو، تمام؟ وبعد كده احط الاحمال ازاي؟ 250 عند السبورت، بعدين 1.6 250 1.6 1.6، وبعد كده 8.5، وكمل بقية الكوبري حمل موزع 80 كيلو نيوتن على المتر الطول. نفس الطريق عشان اجيب الماكسيمم شير اللي موجود، اضرب الحمل ال 250 في الاحداثي، يبقى 250 في 1 زائد 250 في 95% زائد 250 89% زائد 250 في 84% زائد نص القاعدة في الارتفاع اللي هو الحمل الموزع 80 في نص 81% في الإسبان 24.4. هقدر أحسب الماكسيمم
كيو جاي لي على الكوبري. برضو المعيدين حد منهم بعض من الاخوة قال لك خدوا الشير، خدوا الشير مش فارقة معاك، خد الرياكشن. لو انت حسبت العزوم هنا وجبت الرياكشن هو الصح انك انت تاخد من الشيرينج فورس مش الرياكشن. ليه؟ لان هيبقى الفرق بال 250 كيلو نيوتن دي مش مشكلة في الاحمال الكتيرة اللي موجودة، ما بتبقاش فرقة كتير. فعايز تاخد الرياكشن مفيش مشكلة خالص، الاتنين صح. لكن الصح بتاعي ان انا اجيب الماكسيموم شير من الانفلانس لاين، هيطلع 1.7 1.3.8 كيلو نيوتن. تمام. برضه يا دكتور لو هو سنجل كنا هناخد بدل 250 تبقى 12.5 صح؟ الاحمال دي هتبقى 125 او 12.5 طن صح؟ تمام. وكذلك برضه في الانفرنس لاين بالظبط كل حاجه هتشتغل على الحمل بس مش المحور. انا بشتغل على المحور عشان ما اقعدش اضرب في اتنين بعد كده. تمام. عشان ما تنساش تضرب في اتنين هيطلع لك نص الحمل زي ما حصل مع اخوه كتير معانا في الفصل اللي فات. تمام. طيب الديناميك افكت احسب ال 2.16 على جذر ال 30 ناقص 2.1 زائد 73%، هيديك المعامل 1.139، اكبر من 1.1 واقل من 2، يبقى الامور طيبه. هقدر احسب دلوقتي ايه الماكسيمم ام ديد زائد لايف زائد الامباكت، هيبقى 1.3105 زائد المعامل ده اللي جاي لي من الديد لود زائد الفاي مضروبه في اللي جاي لي من اللايف لود، هتطلع الماكسيمم مومنت. شوف بقى هنا 1.7109.2 كيلو نيوتن متر. انا هشتغل بالطن، وانت بعد ما خلصت بقسم عادي على 10 هتطلع 1710.92 طن متر. خلي بالك من الارقام دي عشان تحسها وانت بتحسب في الامتحان. لو عندك دبل تراك بيطلع تقريبا 1700، حوالي 1700 1600 لو البني بيزيد شويه وهكذا. المهم يعني بيبقى في حدود الرينج ده عشان الارقام ما تشتش منه. لو هو سنجل بيبقى تقريبا قرب النص. تمام. طيب لو انا عندي الشير برضو نفس الكلام، الشير اللي جاي لي من الديد لود زائد الامباكت مضروبه في الايه الكيو لايف لود اهي، هتديني القيمه بتاعتي عباره عن 2.366 كيلو نيوتن. هقسم على 10 عشان تبقى بالطن، يبقى 2.3.6.236.6 طن. ودي طبعا قيمه ظريفه، وانك تفتكر الارقام دي بيطلع في حدود 240 طن او 250 260 لو انت عندك دبل تراك. لو انت عندك سنجل بيبقى النص الكلام ده. لو انت عندك برضو دبل تراك بيطلع المومنت 1710 في الحدود ده، هي سنجل نصه عشان ما تشتش كده. احنا خلصنا، ودول اللي احنا هنبدأ فيهم الاسبوع الجاي ده، هو نصمم المين جردر ونعمل اللي تشك عليه. اهم حاجة حساب الام ديد زائد لايف زائد الامباكت، والكيو ديد زائد لايف زائد الامباكت. اي سؤال عندنا اتفضلوا اسألوا. ها في حد عنده اي اسئله؟ هو دكتور لو كنا لو كان الكوبري سنجل، لو كان الكوبري سنجل تمام وجينا حسبنا الارقام في الاخر السترينج اكشن بتاعه المومنت والشير تمام، وانا واخد بتعامل بالعجله مش هرجع بقى اضرب في اتنين صح؟ لا مش هترجع تضرب في اتنين، هيطلع لك نص الكلام ده. بدل 250 هتبقى 125، وبدل ال 80 هتبقى 40. تمام تمام. اي اسئله تانية؟ انا تحت امركم. العمليه سهله وبسيطه، والحسابات زي ما انتم شايفين من اسهل ما يمكن. في حد عنده اي استفسار؟ انا كده خلصنا المحاضره بتاع النهارده. معادله محاضره سهله وظريفه، اللي هي حساب الستريننج اكشنز اللي موجوده على المين جيرد. في حد عنده اي استفسار تاني؟ ها